ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من الهيكس. النهارده هنبدا اول حلقه في البلاي ليست بتاعه الفارماسيوتيكال باي تكنولوجي، وحلقه النهارده تحت عنوان Problems associated with the production of recombinant protein. اول حاجه محتاجين نعرفها يعني ايه اساسا recombinant protein. recombinant protein دي معناها اننا واخدين قبل كده في حلقات سابقه ان احنا بيكون عندنا الدي ان ايه ده، واحنا هنعمل ريكومبنت دي ان ايه معناها ان احنا مثلا هنكسر في المنطقه دي عند الدي ان ايه وهنانسرت حاجه جديده او هنانسرت سيكونس جديده عند الدي ان ايه ده، هنحطها هنا فبقى عندي اسمه ريكومبنت دي ان ايه. الريكومبنت دي ان ايه بقى لو انا هعمل له اكسبريشن، يعني هخليه يحصل سنترال دوجما عادي، يعني هيحصل ترانسكريبشن يديني ام ار ان ايه وبعد كده يحصل ترانسليشن ويديني بروتين. البروتين الناتج من الريكومبنت دي ان ايه بيكون اسمه ريكومبنت بروتين. طيب حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ايه؟ حلقه النهارده بيقول لنا ان احنا نتكلم عن البروبلمز اللي بتحصل او المصاحبه لان احنا نعمل برودكشن للريكومبنت بروتين ده. يعني احنا عندنا بروتين جاي من دي ان ايه، الدي ان ايه ده احنا عاملين مركبين يعني جين جوه جين وعاملين ريكومبنت دي ان ايه وطلعنا منه بروتين. هنشوف ايه هي المشاكل اللي ممكن تواجهنا احنا واحنا بنصنع الحاجات دي. طيب قبل ما نبتدي محتاجين نعرف حاجه، محتاجين نعرف ان الفارماسيوتيكال باي تكنولوجي كومبنس يعني الشركات بتاعه الفارماسيوتيكال باي تكنولوجي دي هي مين اللي بتدينا برودكت. البرودكت بتاعتها دي بتكون انتي بوديز، يا اما بتكون بروتين، يا اما بتكون ريكومبنت دي ان ايه برودكت. كل واحده هتكلم عنها نبذه بسيطه. اول حاجه الانتي بوديز، احنا عارفين ان الانتي بوديز دي بتكون عباره عن بروتينز مصنعه من خلال الوايت بلاد سيلز، وبتكون في جسمنا عشان خاطر لو في مثلا ميكروب معين، في بكتيريا، في فيروس، في اي حاجه دخلت جسمنا هي بتكون الحاجه المقابله ليها عشان خاطر تقتلها وكلام الاميون ده كله. اكتر بقى انتي بودي الشركات دي بتشتغل عليه او الموست انتي بودي اللي بيحصل ديفلوبمنت ليه في الشركات بتاعت الفارماسيوتيكال دي بتكون اسمها المونوكلونال انتي بودي. يعني ايه مونوكلونال انتي بوديز؟ هي عباره عن لابوراتوري بروديوسد برودكتس، يعني احنا اللي عاملين الانتي بوديز دي، احنا اللي مصنعينها في اللاب علشان خاطر نعمل محاكاه للاميون سيستم بتاعنا ونشوف هو ازاي هيتفاعل مع الحاجات اللي في جسمنا. طيب ده اول نوع الشركات بتشتغل عليه. تاني حاجه الشركات بتشتغل على البروتينز. البروتينز دي من اهم الحاجات اللي موجوده، يعني دي من اهم الحاجات اللي جسمنا بيصنعها، وهي دي الاكتر كومبلكس مولكيول موجود في جسمنا وبيشتغل في جسمنا كله، وكمان هي الكي تكنولوجي بتاعه الفيوتشر عشان خاطر نقدر نعمل ديفلوبمنت سواء للكانسر او للاميلويد فورميشن. كمان عندنا الريكومبنت دي ان ايه برودكتس، وهو ده الاساس اللي احنا بنتكلم عنه في البلاي ليست دي. الريكومبنت دي ان ايه برودكتس يعني هي عباره عن برودكتس جايه من ريكومبنت دي ان ايه. احنا عندنا دي ان ايه، الدي ان ايه زي ما قلنا عملنا انسيرجن لشيء معين وطلع لنا بروتين. فالريكومبنت برودكتس دي ممكن تكون ريكومبنت دي ان ايه فاكسين، ممكن تكون دراج، ممكن تكون انزيم، ممكن تكون ريكومبنت بروتين، وده اللي احنا هنتخصص ونتكلم عنه. ممكن يكون ريكومبنت اي حاجه جايه من الدي ان ايه بتاعه. دي مقدمه كده بسيطه. كمان محتاجين قبل ما نبدا نتكلم عن الريكومبنت بروتين محتاجين نعرف الميثود بتاعه الكلاسيفيكيشن للبروتين بتاعتنا. البروتين بتاعتنا تنقسم على حسب ايه؟ فقال لك ان البروتين ممكن تنقسم على حسب الكيميكال كومبوزيشن او على حسب البيولوجيكال فانكشن او الشيب او السيلوبيل. فاحنا مثلا لو هنقسم البروتينز على حسب الكيميكال كومبوزيشن فهنلاقي ان احنا بيكون عندنا في سامبل بروتين وفي كونجوجيتد بروتين. السامبل بروتينز هي البروتينز اللي هي بتسمى الهومو بروتين. طيب والكونجوجيتد بروتين بتسمى الهيترو بروتين. طيب ايه الفرق ما بين ده وده؟ السامبل بروتينز معناها ان هي بروتينز مكونه فقط من امينو اسيد، امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد عمل لنا ايه؟ عمل لنا البروتين بتاعنا، زي البلازما البيومين، زي الكولاجين، زي الكيراتين، زي الحاجات دي كلها. طيب بالنسبه للهيتيرو بروتين هو عباره عن كونجوجيتد، يعني هو عباره عن امينو اسيد ومعاه حاجه كمان. الحاجه كمان دي بقى ممكن هي بتكون حاجه عباره عن نون بروتين بورشن، ممكن تكون حاجه سكريات، ممكن تكون لابد، ممكن تكون اي حاجه. فممكن يكون زي الجلايكوبروتين، زي الكروموبروتين، الكروموبروتين ده جاي من الكروماتين، والفوسفوبروتين، واي حاجه نون بروتين بورشن ماسك مع الامينو اسيد ده بيكون اسمه كونجوجيتد بروتين. ده لو احنا هنقسم البروتينز بتاعتنا على حسب الايه الكيميكال كومبوزيشن. طيب لو انا مثلا هقسمها على حسب الشيب بتاعي،
فقال لك ان انت ممكن على حسب الشكل ممكن تقسمها لحاجتين، ممكن تقسمها الى فايبرس بروتين وممكن تقسمها الى جلوبيولر بروتين. الفايبرس بروتين دي بتكون هي اللي بتدينا الاستراكشرال فانكشن بتاعنا، وهي دي اللي بتدي سبورت للسيل بتاعه الهول اورجانيزم. طيب الجلوبيولر بروتين، الجلوبيولر بروتين قال لنا ان دي بتبقى كومباكت وبتكون يعني سفيريكال كده، لان كده عشان كده اسمها جلوبيولر، وبتكون كومبلكس مور ذان الايه الفايبرس بروتين. واحنا اتكلمنا عن سلسله كامله عن البروتينز وتعرفنا عن كل نوع منهم. طيب كمان عندنا ممكن نقسمهم على حسب السوليوبيليتي، على حسب هما بيدوبوا جوه ايه. يعني ممكن يقول لك ان الجلوبيولر بروتينز مثلا جواها تقسيمه جوه التقسيمه اللي هي السوليوبيليتي بتاعتها بتدوب في ديفرنت سولفنت زي الووتر ولا السولت ولا الكحول وهكذا. طيب كمان ممكن نقسمها على حسب البيولوجيكال فانكشن بتاعتها، ممكن نشوف البروتين ده شغال ازاي. يعني احنا ممكن يقول لك البروتين ده هيشتغل كانزايم، البروتين ده لا ده هيشتغل كان هو هيعمل سبورت، البروتين ده هيشتغل ان هو هيعمل ترانسبورتيشن، هينقل سيجنال، هيعمل اي حاجه. كل الحاجات دي من تقسيمات او كلاسيفيكيشنز بتاعت البروتين. فالبروتين ليها كلاسيفيكيشنز كتيره جدا، بس احنا في حلقه النهارده هنتكلم خاصه عن الريكومبيننت بروتين. وفي المقدمه احنا قلنا ايه هو الريكومبيننت بروتين وشفنا هو بيجي ازاي. بيقول لنا بقى ان مؤخرا ان الريكومبيننت بروتين ده الطلب عليه بقى عالي جدا، لان هو بقى فيه ليه ابلكيشنز كتيره في فيلدز كتيره جدا وبقينا نستخدمه. وعشان خاطر نقدر نستخدمه محتاجين الاول نعرف البروسيس بتحصل ازاي، محتاجين نفهم الفرق ما بينه وازاي بنطلعه في انهي حته بالظبط وفي انهي سيل وبيطلع كائنات حية ايه، ونبدأ نشوف الـ problems الـ ايه الـ associated بالـ process. فأول حاجة محتاجين نشوف العملية نفسها الـ recombinant protein process بتحصل ازاي. فقال لنا ان احنا اول عملية خالص او اول step خالص في العملية دي ان احنا بنعمل determining للـ DNA ولل RNA ولل protein sequence. احنا بس بنعمل determination للـ sequence بتاعتنا ازاي. قال لك ده من خلال ان احنا مثلا ممكن نعمل sequencing، نستخدم السيكونسينج تكنيك عشان خاطر نعرف السيكونس بتاع الدي ان ايه والار ان ايه والبروتين اللي احنا بنشتغل عليه، نشتغل على البي سي ار والريل الريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار والريل تايم بي سي ار، نشوف كل الحاجات اللي علينا، نشتغل نستخدم التكنيكس دي عشان خاطر نقدر نكتر من النسخ بتاعتنا او من الجين اللي احنا بنشتغل عليه. كمان ان احنا نعمل جي دي ان ايه وسي دي ان ايه لايبراري. يعني ايه جي دي ان ايه وسي دي ان ايه؟ سي دي ان ايه اللي هو كومبلمنتري دي ان ايه لايبراري. يعني ايه؟ يعني احنا بيكون عندنا ام ار ان ايه، الام ار ان ايه ده هيديني سي دي ان ايه لما اعمله بالريفرس ترانسكريبتيز، فده كده بيبقى اسمه ايه الدي ان ايه اللي انا هشيله وانا جايباه هو جاي من ام ار ان ايه ده بيكون اسمه سي دي ان ايه، فلما اشيله هيكون اسمه سي دي ان ايه لايبراري. طيب الجي دي ان ايه، الجي دي ان ايه دي اللي هي الجينوميك دي ان ايه لايبراري. يعني انا بعمل لايبراري للجينوم كله مش جاست للام ار ان ايه، يعني مش جاست للبروتين اللي هتنكود لحاجه. طيب دي اول عمليه عندي. بعد كده او تاني ستيب عندي في العمليه بتاعتي بتكون ايه، بتكون الكلونينج اوف كوريكت جين انتو ذا فيكتور انتو ذا اكسبريشن فيكتور. يعني ايه؟ يعني انا بعمل كلونينج للجين الكوريكت الجين اللي انا عايزاه في الاكسبريشن فيكتور. نخلي بالنا من مصطلح الاكسبريشن فيكتور، احنا الفيكتورز عندنا بتقسم الى حاجتين، الفيكتورز ممكن تكون اكسبريشن فيكتور وممكن تكون كلونينج فيكتور. كلونينج فيكتور يعني هو جاست فيكتور انا بستخدمه عشان خاطر اكتر نسخه، ادي عندي نسخه انا عايزه اعمل منها نسخ كتير وبس مش هحتاج منه حاجه تاني. لكن الاكسبريشن فيكتور ده معناه ان انا عايزه اعمل انسرت للكوريكت جين وعايزه اطلع منه برودكت اللي هو البروتين بتاعي اللي انا عايزه اطلعه. فاحنا محتاجين نعمل كلونينج للكوريكت جين جوه الاكسبريشن فيكتور عشان خاطر اعمل ايه، اعمل برودكشن. وده بيكون من خلال ان احنا بنستخدم ريستريكشن اندونيوكليز دايجيشن، وان احنا كمان بنعمل جين انتجريشن وليجيشن في الفيكتور. يعني احنا بيكون عندنا ادي الفيكتور بتاعنا اللي هو البلازميد، ادي الدي ان ايه بنبدا ندخله هنا فبنعمل جين انتجريشن وكمان بنعمل ليجيشن وسيمنج للجابس اللي موجوده. دي تاني ستيب عندنا في البروسيس. تالت واخر ستيب عندنا في البروسيس بتاعت الريكومبيننت بروتين هي ان احنا بنعمل ترانسفورميشن للفيكتور الى الهوست
سيل ونعمل اكسبريشن، يعني احنا بعد ما خلاص دخلنا الجين اوف انترست بتاعي جوه الفيكتور بنبدا نعمل له ترانسفورميشن جوه البكتيريا، مثلا جوه خليه البكتيريا اللي انا هكبر فيها عشان خاطر يبدا يحصل اكسبريشن. والترانسفورميشن ده بقى ممكن يحصل من خلال الكولد شوك، زي مثلا ان احنا نعمل كالسيوم تريتمنت عشان ترانسفورميشن، ونعمل جين انتجريشن، او ممكن نعمل جين انتجريشن احنا لو مش هنحط في الفيكتور احنا ممكن نعمل الجين نعمل له انتجريشن جوه الجينوميك دي ان ايه نفسه، يعني البكتيريا مثلا عندها الجينوم بتاعها مش البلازمين بتاعها، ممكن نعمل جواه انتجريشن للايه الجين بتاعنا، وكمان ان انا ممكن استخدم الهيت شوك عشان خاطر اعمل ترانسفورميشن. طيب انا لسه عماله اقول دلوقتي ان انا بدخل وبعمل ترانسفورميشن والحاجات دي كلها، انا هعملها فين؟ قال لك ان انا ممكن استخدم بروكاريوتيك سيل، ممكن استخدم يوكاريوتيك سيل. طيب انا لما اعمل بروتين اكسبريشن باستخدام اليوكاريوتيك سيل او بروكاريوتيك سيل، ايه الفرق ما بينهم؟ هاخد المميزات بتاعت دي والعيوب، والمميزات بتاعت دي والعيوب. اول حاجه بيقول لنا ان في البروكاريوتيك سيل هي ايزي تو جرو و ايزي تو جينيتيكلي مانيبيوليتد، يعني سهل ان انا اعمل جينيتيك مانيبيوليشن في البروكاريوتيك سيل، وسهل كمان ان انا انميها. انا احنا اشتغلنا بلازمد قبل كده واتكلمنا عليه كتير، وعرفنا احنا ازاي بننمي في البروكاريوتيك سيل ونحط جوه الايكولاي والحاجات دي كلها، فهي سهله. الانتيبيوتيك ريزيستنت جين فور انكريس سيلكتيفيتي فور اوف ترانسفورمنت بكتيريا، بنستخدم انتيبيوتيك ريزيستنت جين عشان خاطر نقدر نعمل سيلكشن للترانسفورمنت بكتيريا، لكن مشكلتها ان هي بتلاك للبيفور اند افتر ترانسليشن بروتين موديفيكيشن باث واي فور كوركت بروتين مانيفاكتشرنج. يعني لو انا هعمل اكسبريشن احنا المفروض نكون عارفين السنترال دوجما، عارفين احنا بيكون عندنا دي ان ايه، الدي ان ايه ده بيدينا ام ار ان ايه، الام ار ان ايه ده بيدينا بروتين، عشان خاطر البروتين بتاعي ده يطلع بيبقى فيه بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، وبيكون فيه بري ترانسليشنال موديفيكيشن، في موديفيكيشنز بتحصل قبل ما اعمل ترانسليشن، في موديفيكيشنز بتحصل بعد ما بعمل ترانسليشن، وعشان خاطر البروتين يكون فانكشنال ويشتغل معايا. البروكاريوتيك سيل ما عندهاش الماشينري دي، ما عندهاش البيفور اند افتر ترانسليشن بروتين موديفيكيشن باث ويز عشان خاطر تقدر تديني كوركت بروتين مانيفاكتشرنج، فدي بتبقى عيب من العيوب. طيب اليوكاريوتيك سيل بقى بيقول لنا ان نوت اول جين ار ايبل تو بي اكسبريسد ان بروكاريوتيك سيل، مش كل الجينز اللي في اليوكاريوتيك سيل هنقدر نعملها اكسبريشن في البروكاريوتيك سيل، لان هي زي ما قلنا بتحتاج موديفيكيشن وبتحتاج حاجات مش موجوده في الماشينري بتاعه البروكاريوتيك سيل. اليوكاريوتيك سيل عندها all necessary promoters and terminators للجينوميك دي ان ايه اوريدي، يعني احنا هنا قلنا ان في حاجات مش بتكون موجوده، يعني البروموتر والترمينيتور والحاجات دي مش بتكون موجوده في الايه في البروكاريوتيك سيل، لكن اليوكاريوتيك سيل بيكون عندها كل ال necessary promoter وترمينيتور للايه للجينوميك دي ان ايه في الجينوميك دي ان ايه بتاعها اوريدي. طيب كمان مقارنه سريعه كده بيورينا هنا ايه، بيورينا ان مثلا في البروكاريوتيك سيل زي الايكولاي الكويس فيها ان انت easy to manipulate rapid growth، ان هي فيها large scale fermentation و simple media وبتدينا high yield، لكن المشكلة بتاعتها ان البروتين not fold correctly or more even aggregate، يعني ممكن تعمل لنا inclusion bug، يعني انا عندي البروتين بتاعتي ممكن يحصل لهاش folding صح، او ممكن كمان يحصل لها aggregation على طول وتعمل لي حاجة اسمها inclusion bug، ودي هنتكلم عليها في problems قدام. وبيقول لك almost no post translational modification، وتقريبا ما فيش اصلا post translational modification عند البروكاريوت زي الايكولاي. طيب في اليست بيقول ان هي بتجرو relatively rapidly، يعني لحد ما بتنمو بسرعة، وان هي ليها large scale fermentation وعندها بعض البوست ترانسليشنال موديفيكيشن، بس بيقول لنا بقى ان البوست ترانسليشنال موديفيكيشن هتكون مختلفة عن الهيومن، خصوصا عملية الجلايكوسايليشن. جلايكوسايليشن في اليست بيكون مختلف عن ايه، عن اللي موجود في الايه في الهيومن. طيب مثلا في الماميليان سيلز بيقول لنا ان هي بتجرو ممكن يعمل لها جرو في السسبنشن، وفيها كل الريكوايرد بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، دي بقى فيها كل البوست ترانسليشنال موديفيكيشن اللي انا محتاجاها. طيب العيوب بتاعتها، العيوب بتاعتها عكس دول، دول ايزي تو جرو ورابيد، دي سلو جروث واكسبنسيف ميديا، مش زي البكتيريا هنميها في اي حته هتنمو معايا، وان هي difficult to scale up، صعب ان انا اعمل لها سكيل اب لان السيلز بتكون محتاجه حاجات كتيره، فان انا اعمل عليها large scale production بيكون ارخم، وكمان بتحتاج سيرم زي البيس اي اي اللي هو البوفين سيرم. طيب كده احنا خدنا نظرة سريعة كده عن البروتين الريكومبنت بروتين، عرفنا البروكاريوتيك سيل واليوكاريوتيك سيل، شفنا البروسيس بتاعتنا بتحصل ازاي، خدنا نظرة سريعة المفروض تكون اصلا عندنا من بدري، يعني دي بري ريكوزيت، بس انا ايه عملنا ريفرش للمعلومات دي.
طيب نبدأ نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة، وهو الـ problems associated مع ايه الـ production recombinant protein. قالنا ان احنا في ثلاث حاجات main problems يعني ممكن يحصل. ممكن يحصل loss of expression، دي طبعا مشكلة بتواجهنا احنا عايزين نعمل بروتين وحصل اصلا loss of expression، يعني خسرنا عملية الـ expression بتاعتنا دي خالص. تاني حاجة احنا ممكن يحصل post translational processing، يحصل فيها مشكلة، يحصل مشكلة في الـ post translational modification. وتالت حاجة مشكلة في الـ transport والـ localization. هنتكلم بالتفصيل دلوقتي عن ايه. هنتكلم على الـ loss of expression. يعني ايه؟ يعني اخسر ان يحصل expression اصلا. انا المفروض عندي DNA، mRNA، mRNA هيديني بروتين، البروتين ده هو عملية الـ expression. كل العملية اللي بتحصل دي كلها اسمها الـ expression. فممكن يحصل loss للعملية دي. ممكن يحصل من خلال ثلاث حاجات، اما plasmid based system، اما chromosomal integration على حسب بستخدم ايه يعني، او الـ viral vector. يعني ايه الكلام ده؟ قبل ما نتكلم عن ايه هو الكلام ده، محتاجين نسأل سؤال، هو اصلا ليه ممكن يحصل loss of expression؟ ايه السبب اللي ممكن يخلي loss of expression ده يحصل؟ بيقول لنا ان expression ممكن يحصل له loss بسبب حاجتين، اما structural changes في recombinant gene، يعني احنا عندنا الجين بتاعنا اللي هو مثلا الحتة دي ده الجين بتاعنا وباقي الجزء ده هو ده الفيكتور بتاعنا، يحصل structural changes في recombinant gene بتاعنا. recombinant gene بتاعنا ده يحصل اصلا في حاجة في structure بتاعه تبوظه، او ممكن يحصل disappearance للجين من الهوست سيل. يعني احنا عندنا الهوست سيل عادي كده، ده الفيكتور بتاعنا والجين مش موجود اصلا، ما لقيناش الجين، اختفى الجين. اختفى ازاي او ايه الحاجات دي كلها هنشوفها قدام، بس دي اسباب ان ممكن يحصل ايه loss of expression. طيب تمام، انا بقى الـ expression ده، انا اصلا الجين بتاعي ده انا ممكن ادخله في ايه؟ قال لنا ان الجين اوف انترست، الجين اللي انا عايزه اعمل منه اكسبريشن واخد البرودكت اللي هو هيطلعه، ممكن احطه في ثلاث حاجات، اما احطه جوه بلازميد، واحنا هنا هنبقى في البلازميد بيز سيستم، يا اما اعمل له انتجريشن مع الهوست كروموسوم، يا اما اعمل له دليفري جوه الفيروس. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نرجع لورا حته بسيطه. احنا المفروض عارفين في عمليه الكلونينج والاكسبريشن والحاجات اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقه قبل كده كتير، ان احنا بيكون عندنا البلازميد، والبلازميد ده بيكون جوه الايكولاي مثلا، جوه البكتيريا. البلازميد ده هو الفيكتور بتاعي، وانا بدخل جواه مثلا الايه الجين اوف انترست بتاعي، فبيبقى عندي ده المنظر بتاعي. ده كده بيكون اسمه ايه؟ ده بيكون اسمه بلازميد بيز سيستم. طيب هل انا جوه مثلا خليه البكتيريا عندي جاست بلازميد؟ لا، انا عندي بلازميد وعندي الكروموسوم الاساسي بتاع الايه بتاع الخليه. انا ممكن اعمل انتجريشن للجين اوف انترست بتاعي جوه الكروموسوم الاساسي بتاع الخليه. يعني انا ممكن اعمله جوه البلازميد، وده هيبقى اسمه بلازميد بيز سيستم، او ممكن اعمله انتجريشن جوه الكروموسوم بتاع الخليه نفسها، وده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه كروموسوم الانتجريشن للهوست سيل. وممكن حاجه ثالثه خالص، انا عارفه ان انا عندي فيروسات، الفيروسات دي بيكون جواها الايه الجينوم بتاعها، الفيروسات بتاعتي دي الجينوم بتاعها بيكون مثلا ار ان اي او دي ان اي. هنا انا عارفه ان هي بتصيب الخليه بسرعه وتقدر ايه تدخل، خصوصا في الهيومن سيلز والحاجات دي كلها بتدخل بسهوله، فانا ممكن اعمل جواها انتجريشن، ادخل جواها كده الجين اللي انا عايزاه، وهي لما تيجي تدخل الخليه تروح حقناه، فتروح منزله لي ايه، تعمل انفكشن كده وتنزله لي جوه الخليه بتاعتي. فانا عندي الخطوات علشان خاطر ابدا اعمل احط جين اوف انترست، ممكن احط جوه بلازميد او انتجريتد مع الهوست كروموسوم، او delivered جوه من خلال الفيروس. طيب هنتكلم عن واحده واحده. اول حاجه هنتكلم عن البلازميد بيز سيستم. ايه هو البلازميد ده لو حد ما يعرفوش؟ قال لنا ان البلازميد ده هو اكسترا كروموسومال سيلف ريبليكيتنج سيتوبلازميد دي ان ايه. احنا عارفين ان هو بيكون اكسترا كروموسومال. يعني ايه اكسترا كروموسومال؟ يعني هو بيكون كروموسوم زياده، لسه راسمين الخليه ومورين ان احنا عندنا كروموسوم وعندنا بلازميد، فالبلازميد ده اكسترا كروموسومال سيلف ريبليكيتنج. وعلشان هو extra chromosomal self replicating، لو الخلية مش محتاجاه ممكن تقدر تتخلص منه بسهولة، ودي هنتكلم عليها في الميتابوليك لود كمان شوية. طيب كمان بيقولنا ان هو found في البروكاريوتس واليوكاريوتس، وان هو بيستخدم كمولكولر فيكل، يعني في الريكومبنت جين، يعني هو بيكون حامل، هو بيكون حامل للمولكيولز اللي هو الدي ان اي والار ان اي اللي انا عايزة اعمله او بروتين في ايه، في عملية الريكومبنت جين بتاعتي. كمان most popular choice، هو اشهر choice لما بنستخدم البروكاريوتس كهوست. ليه؟ لان هو الجيناتيك manipulation بتاعه بيكون سهل.
طيب احنا كده خدنا اوفرول سريع كده وعرفنا ايه هو البلازميد بتاعي. نبدأ نتكلم دلوقتي عن البروبلمز بقى، نبدأ نتكلم عن البروبلمز اللي بتأسوسيت معانا واحنا ايه المشكلة بتاعتنا في البلازما. قالك اول مشكلة ممكن تواجهنا هي formation of single dimeric circle with two ori. يعني ايه؟ يعني احنا المفروض عارفين ان ادي ده البلازميد بتاعنا وادي ده البلازميد بتاعنا. احنا عندنا الخليه ما بيكونش فيها بلازميد واحد، بيكون فيها اكتر من ايه، اكتر من بلازميد. فادي عندنا بلازميد وادي عندنا بلازميد، التو بلازميدز دول بيكون عندهم نفس السيكونس. فادي الاوري، انا هفتح من هنا وهفتح من هنا، المفروض افتح البلازميد كده علشان خاطر ادخل ايه الجين اوف انترست، وافتح هنا كمان عشان ادخل الجين اوف انترست. بس اللي انا مش ملاحظاه ان البلازميد كوبلز الاثنين اللي عندي عندهم نفس السيكونس، فبالتالي الاثنين ممكن يعملوا ريكومباين مع بعض، يعني ده يعمل ريكومباين مع ده ويعمل لي single dimeric circle with two ori of replication. يعني هنا مثلا انا عندي الاوري، هنا مثلا انا عندي الاوري، الاثنين هيتحدوا مع بعض، فيبقى عندي ادي الدايره الاولى اللي فيها الاوري ده، وادي دي الدايره الثانيه اللي فيها الاوري ده. ده كده انا عندي ايه، عندي تو بلازمز مش بلازمز واحد. نخلي واحد مثلا لونه كده، وادي الاوري بتاعته، واهو ده كده النص بتاع الايه البلازمز الاول. فانا بقى عندي ايه single dimeric سيركل، بقى عندي سيركل مكونه من نصين، نص للبلازميد الاولاني ونص للايه للبلازميد الثاني، الاثنين ماسكوا في بعض. بدل ما يتحط في المنطقه دي الجين اوف انترست، لا ده مسك مع ده وعملوا لي سنجل دايميريك سيركل عندها تو اوريجين اوف ريبليكيشن. وطبعا ده مش هيحصل في كله، بس لما يحصل هيحصل ايه، بيقول لنا ان البلازميد اللي عندهم نفس الكوبي بتاعه السيكونس هيحصل منهم ريكومباين، وده هيعمل لي سنجل دايميريك سيركل مع التو اوريجين اوف ريبليكيشن، وده هيرزلت الايه، هيرزلت الفيور اندبندنت يونت تو بي سيجريجيتد بتوين دوتر سيلز اند كونسيكوينتلي بلازمت لوس كان انكريز. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي ادي الخليه جواها بلازمت، اما يجي الخليه تنقسم علشان خاطر توزع البلازمت اللي عندها، احنا لقينا المفروض مثلا انا عندي 1 2 3 4 بلازمت، انا عندي دول مسكوا في بعض ودول مسكوا في بعض، انا عندي التوتال بقى عندي 2 ومش شغال، فبقى عندي البلازمنت لوس هيزيد لان عدد البلازمنت هتقل، البلازمنت اللي هيحصل لها سيجريجيشن ان هي تروح للدوتر سيل هتقل، وبالتالي هيحصل عندي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها او الكاتيجوري اللي احنا شغالين تحتها، اللي هي ايه، اللي هي اللوس اوف اكسبريشن. اللوس اوف اكسبريشن هيحصل بسبب ان انا اصلا عندي البلازمنت خسرته، ما بقاش عندي بلازمنت اقدر احط جواه ايه الجين اوف انترست. طيب تاني مشكله ممكن تواجهنا هي البلازمنت سيجريجيشنال انستابيليتي. بيقول لنا ان البلازمنت لوست، يعني ان انا اخسر البلازمنت بتاعي ده المين كوز، ده السبب الاساسي ان يحصل ريديوز للريكومبيننت بروتين برودكتيفيتي في البلازمنت بيز سيستم. يعني انا عندي البلازمنت بيز سيستم اكبر مشكله بتواجهه، اكبر مشكله بتواجه البلازمنت بيز سيستم ان انا اخسر البلازمنت اصلا. يعني احنا لسه هنتكلم عن مشاكل تانية، بس اكتر مشكله هتبقى واضحه جدا ان مفيش ريكومبيننت بروتين او البرودكتيفيتي بتاعت الريكومبيننت بروتين قلت، ان انا خسرت البلازمنت، مبقاش عندي البلازمنت اللي كان موجود ده، انا خلاص خسرته، هو مبقاش موجود جوه السيل عندي. ودي بتسمى البلازميد سيجريجيشنال انستابيليتي. يعني ايه بلازميد سيجريجيشنال انستابيليتي؟ ده معناها ان انا حصل ان ايكوال ديستريبيوشن للسيل في وقت السيل ديفيجن بتاعي، خلى ان يبقى عندي سيلز فري اصلا من البلازميد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هرجع كده، انا دلوقتي بعمل ايه، انا اهو عندي الخليه، الخليه دي جواها، انا دلوقتي عندي خليه، الخليه دي جواها شويه بلازميد محلول. البلازمنت دول لما تيجي الخلايا تنقسم، يعني الاثنين يبقوا أربعة وهكذا، هيحصل ايه؟ هيحصل ان ايكوال ديستريبيوشن، انا عندي كل اللي عندي ادي 1 2 3 4 5 6 6 بلازمنت، فحصل بلازمنت كلهم بقوا موجودين هنا، وهنا ما بقاش فيه بلازمنت خالص، وهنا ادي الجينوم وهنا الجينوم وهنا الجينوم. فبقى عندي ايه؟ بقى عندي بلازمنت فري سيل، دي بقت بالنسبه لي بلازمه فري سيل، سيل ما فيهاش بلازمه اصلا. وطبعا دي هتنمو وهتنقسم لاثنين، والاثنين هينقسموا لاربعه وهكذا، وهيبقى عندي مجموعه كبيره من السيلز اللي ما فيهاش بلازمه اساسا، ودي لسه عماله مع نفسها. فبالتالي انا بقى عندي انستابيليتي او سيجريجيشنال انستابيليتي، ان البلازمنز اللي بتنقسم بدل ما بتنقسم بالنص هنا ونص هنا، وبعد كده دي تنمو وتكتر من نفسها، ودي تنمو وتكتر من نفسها، ودي تنقسم ودي تنقسم، انا بقى عندي في جزء كامل مفهوش، الجزء الكامل اللي مفهوش هيعمل لي سيجريجيشنال انستابيليتي. وده طبعا بيأثر على البلازمت كوبي نمبر، لان البلازمت كوبي نمبر بيعتمد على ان انا يكون عندي الكوبيز بتاعه البلازمنت اللي موجوده في كل سيل ديفيجن.
ودي هنتكلم عنها كمان شوية. طيب ايه هي المشكلة اللي ممكن تواجهنا بعد كده؟ في حاجة لسه قايلكم ان انا هتكلم عليها كمان شوية وجي وقتها، هي الميتابوليك لود. ايه هو الميتابوليك لود والبلازميد؟ دي قصة كده احنا كنا قلناها قبل كده في محاضرة الايه الكلونينج. الميتابوليك لود والبلازميد، احنا عارفين ان البلازميد هو اكسترا كروموسومال دي ان ايه، فانا بيكون عندي الكروموسوم الاساسي بتاعنا اللي هو الجينوميك دي ان ايه بتاع الخلية عادي، وعندي ايه شوية بلازميد. البلازميد دي مش بتحصل ريبليكيشن؟ طب هي مش عشان تحصل ريبليكيشن تبدا تستهلك حاجات؟ طيب ما دام انا عندي بلازمد وبيحصل فيه كل العمليات الحيويه العاديه وبيحصل ريبليكيشن وبيستهلك من النيوترينتس اللي موجوده في الميديا والحاجات دي كلها، لو انا الخليه عندي مش قادره تسرفايف او الخليه عندي عليها ميتابوليك لود، يعني هي بتستهلك حاجات كتيره سواء كان في الاكل او النيوترينت او اي حاجه من اللي موجوده في الخليه، الخليه هتبدا تتخلص من الحاجه الزياده اللي هي مش عايزاها، فهتبدا البلازمن ده تتخلص منه وما يبقاش عندي بلازمن. هي هتبدا تتخلص من البلازمن اللي عندها ده. طب ده بسبب ايه؟ بسبب الميتابوليك لود. طيب ده كده اوفر فيو، نبدا نتكلم عن المشكله. بيقول لك الميتابوليك لود والبلازمن ده ممكن السايز اوف ذا انسرت، لو انت مثلا حطيت انسرت كبير في البلازمت ده هيؤدي الى ان يحصل ميتابوليك لود على الخليه، الخليه مش تقدر تكمل. ممكن التمبريتشر درجه الحراره تكون مأثره على الخليه مش مخليها عارفه تسرفايف. ممكن الاكسبريشنال ليفل، يعني ايه؟ يعني بيقول لك مثلا الكونستيتيوتيف جين اكسبريشن ممكن تزود البلازمت انستابيليتي بسبب الميتابوليك لود في الريكومبنت بروتين برودكشن اللي هو طول الوقت بيشتغل. يعني ايه؟ انا المفروض عارفه ان انا عندي حاجه اسمها كونستيتيوتيف جين. كونستيتيوتيف جين يعني جين الخلايا بتحتاج تعملها اكسبريشن طول الوقت، فانا دلوقتي عندي كل شويه اوردر ان الجين ده لازم يحصل له اكسبريشن، لازم يحصل له اكسبريشن، فعمال يستهلك حاجات كتير، فالحاجات الكتير دي بتزود من البلازمت انستابيليتي، وبالتالي بتؤدي الى ان يحصل ميتابوليك لود في الريكومبنت بروتين برودكشن، لان البروتين برودكشن ما هو عايز يحصل برودكشن هو كمان، وعايز يحصل اكسبريشن، وانا عندي كونستيتيوتيف جين عماله تاخد من ايه؟ من اليلد بتاع الخليه، فبالتالي الريكومبنت بروتين يلد هيقل. كمان ممكن يكون في توكسيستي للاكسبريسد بروتين توورد الهوست، يعني انا مثلا البروتين اللي انا بطلعه ده هو ممكن يكون توكسيك بالنسبه للهوست سيل. يعني انا دلوقتي عماله اعمل اكسبريشن للبروتين، عماله اعمل اكسبريشن للبروتين، البروتين ده انا عايز اصنعه بس هو اساسا بالنسبه لي، بالنسبه لي انا عايز ايه؟ عايز اعمله برودكشن، بس هو بالنسبه للهوست اللي شايل الكلام ده كله هو توكسيك. طيب بعد كده كمان عندي في حاجه عايز اتكلم عليها وهي الجين دوسج. يعني ايه جين دوسج؟ بيقول ان الجين دوسج ده بيرفير للنمبر اوف كوبيز اوف سبيسيفيك جين بريزنت ويزن ان اورجانيزم جين. يعني الدوسج بتاعت الجين معناها الكوبيز بتاعت الجين ده اللي موجوده جوه الاورجانيزم جينوم بتاعه، فبالتالي الجين دوسج ده بتكون عاليه لما الريكومبنت جين از انتجريتد انتو ذا هوست اورجانيزم. انا دلوقتي عايزه اشوف الكوبيز اللي هتتعمل من السبيسيفيك جين. انا عندي جين ماشي، والجين ده انا عمال اعمل منه كوبي، عمال اعمل منه كوبي، عمال اعمل منه كوبي. عدد الكوبيز بتاعت الجين ده بتعتمد على ايه؟ بتعتمد هو انا هحط له انتجريشن فين. فبيقول الجين دوسج هاير ذان وين ذا ريكومبنت جين از انتجريتد انتو ذا هوست اورجانيزم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي بقارن، انا لو هعمل الجين ده هحطه جوه الجينوم ولا هحطه جوه البلازمد. انا عارفه ان البلازمد علشان خاطر يحصل له ريبليكيشن ويطلع منه اثنين والاثنين يبقوا اربعه وهكذا ويبقى عندي كوبيز كتيره من الجين ده، انا مش محتاجه يحصل سيل ديفيجن. انا البلازمد ممكن ينقسم عادي وهو جوه الخليه من غير ما يحصل سيل ديفيجن ويبقوا اثنين، والاثنين يبقوا اربعه، والاربعه يبقوا ثمانيه وهكذا، دول يفضلوا يزيدوا يفضلوا يفضلوا يزيدوا وهكذا. لكن الجينوم بتاع الخليه بتاعي لازم يحصل سيل ديفيجن، والخليه دي تبقى هنا والخليه دي تبقى هنا، ويحصل ايه؟ الكروموسوم ده يزيد والكروموسوم ده ايه يبقى هنا. فانا ان انا يبقى عندي كوبيز من السبيسيفيك جين دي اللي موجوده في الاورجانيزم الجينوم هتبقى اعلى امتى؟ هتبقى اعلى لما هتكون جوه البلازميد. ليه؟ لان البلازميد بيقدر يزيد 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 وهو من غير ما يحصل انقسام للخليه اساسا، فبالتالي ده هيديني وقت اسرع. فبيقول ان الجين دوسج بيكون اعلى مقارنه لما اعمل ريكومبنت جين اعمل له انتجريشن جوه ايه الهوست كروموسوم، وده لان البلازميد له كوبي نمبر، وخاصة لو عالي فهيديني عدد كبير جدا من البلازميد لان هو بيريبليكيت اوتونومسلي من البكتيريا. البكتيريا الكروموسوم، يعني انا هو بينمو بعيدا عن ايه البكتيريا الكروموسوم ملهوش علاقة بيها.
كمان بيقول ان في بقى ليفلز عندي من ال medium to high copy number من البلازمد. البلازمد ممكن يكون ليه copy number من medium لهاي. البلازمدز اللي عندها اللي بتريبليكيت عشان خاطر تديني مالتيبل كوبيز بير بكتيريال سيل، يعني انا يكون عندي بكتيريال سيل والبلازمد دي عماله تريبليكيت عشان خاطر تديني عدد معين جوه البكتيريال سيل الواحده، البلازمد دي بتكاري جينز عشان خاطر تقدر تبقى ليها سيلكتيف ادفانتج على الهوست اورجانيزم اللي هي جوه موجوده فيه، زي مثلا الانتيبيوتيك ريزيستنس، زي ان هي بتقدر تعمل ميتابولايز لسيرتن نيوترينتس عشان خاطر تقدر مكمله وتكون موجوده جوه ايه، تكون موجوده جوه الخليه دي. فالبلازمز دي بتتميز بيه، بتتميز ان هي ريلاكسد ريبليكيشن، يعني البلازمز بتريبليكيت اندبندلي من الهوست كروموسوم. تاني حاجه ان في راندوم ديستريبيوشن بيحصل خلال السيل ديفيجن، وكمان ريلاتيفلي لو لوس، يعني البلازمز اللي عندها ميديوم لهاي كوبي نمبر ان احنا نخسرها او ان يحصل لوس للبلازمز بتكون اقل. ليه؟ لان الميديوم تو هاي دي بتكون ريلاتيفلي ستيبل، لكن مع الكونتينوسلي جروث دي بقى المشكله اللي ممكن تواجه. لو حصل كونتينوسلي جروينج وفي او ممكن يكون في توكسيك جين او جينز برودكت، ده ممكن يؤدي الى ان هو ايه، يحصل لوس على اوفر تايم على مدار الوقت. لكن لو هي بتنمو عادي جدا وبيحصل وهي ميديوم تو هاي كوبي نمبر، فان يحصل لوس دي بتكون عمليه قليله. طيب انا دلوقتي عرفت الجين دوسج وعرفت هي ممكن تكون زيادة امتى قليلة امتى، الكلام ده كله. انا بقى ممكن ازود الجين دوسج ازاي؟ How to increase gene dosage في الايكولاي جينوم. لو انا مثلا عندي ايكولاي جينوم وانا عايزة ازود الجين دوسج جوه الجينوم بتاعها، قالك ان في طريقتين ممكن استخدم ميثود زي الريك اي دوبليكيشن اوف انسرت معموله اولسون اتقال عملوها، ممكن تي ان 1545 سايت سبيسيفيك ريكومبينيشن. دي ميثود، دي هنعرف الميثود دي ازاي بتشتغل والميثود دي ازاي بتشتغل وايه هو الايه الليميتيشنز بتاعه الاثنين. اول طريقه عندنا اللي هي الريك اي بروتين، بيقول لك ان انت مثلا عندك بروتين ريك اي بروتين ده بيلعب كريشيال رول في الهومولوجوس ريكومبينيشن عشان خاطر يعمل دوبليكيت للانسرت. يعني انت البروتين ده من خلاله بيحصل هومولوجوس ريكومبينيشن. المفروض نبقى فاهمين يعني ايه هومولوجوس ريكومبينيشن، ده يحصل هنا ده يروح هنا وده يروح هنا، والهومولوجوس ريكومبينيشن ده بيعمل دوبليكيشن للانسرت بتاعي. من خلال استخدام الميثود ده ممكن يزود الجين دوسج. ليه؟ لان انا يبقى عندي ادي الجينوم وحصل هومولوجوس ريكومبينيشن، فبقى عندي نسخه كمان من الجين موجوده هنا وهكذا، فانا عماله ازود من ايه، من الجين دوسج اللي موجود. وبيقول لك ان الريبورتد رينج بتاعه الكوبيز ممكن توصل من 15 ل 40. طيب المشكله بتاعتها ان هي ان ستيبل وذاوت سيلكتيف الماركر. يعني انا بحتاج ان انا اتاكد ان موجود الانسرت اللي انا حطيته ده جوه الجينوميك في خلال ايه، من خلال السيل ديفيجن. يعني لما حصل سيل ديفيجن ان الجين اللي انا عملت له ده موجود، فبالتالي هي بتكون ان ستيبل من غير ان انا اتاكد من خلال ايه السيلكتيفل ماركر. طيب ال تي ان 1545 سايت سبيسيفيك ريكومبينيشن، قال لك ان دي بتكون عباره عن سايت سبيسيفيك ريكومبينيشن ميدييتد من خلال الترانسبوسون تي ان 1545. يعني احنا عارفين الترانسبوسون ده بتبقى بتاخد الجينز او السيكونس معينه من مكان في الدي ان ايه وتوديها في مكان تاني، فهي بتكون سايت سبيسيفيك ريكومبينيشن. يعني هي بتعمل ريكومبينيشن في منطقه معينه من خلال الترانسبوسون ده، فبالتالي هتاخد الجين اوف انترست مثلا اللي انا عايزه ازود الدوسج بتاعته وتزوده في المنطقه دي. مشكلتها ان هي بتكون تايم كونسيومينج، لان انا دلوقتي لما بكون مستخدمه الترانسبوسون ده وانا عايزه تايم مكان سبيسيفيك سايت سبيسيفيك ريكومبينيشن في المنطقه دي في الشغل البراكتيكال لما انا اكون عايزه اشتغل دي مش هتكون كويسه معايا. يعني الابلكيشن بتاعتها احنا محتاجين ان احنا نعمل رابيد جين دوسج عشان خاطر نزود الجين اللي احنا ديزايرد ان احنا نشتغل عليه. طيب وصلنا دلوقتي ان احنا نتكلم عن حاجه مهمه جدا بتكلم عليها من اول حلقه، وهي البلازميد كوبي نمبر. ايه هو البلازميد كوبي نمبر وايه الفاكتورز دي؟ بيقول لك ان فور ابلكيشن such as DNA production for gene therapy، ان انا مثلا عشان استخدم ال DNA production عشان خاطر اعمل جين ثيرابي، فالهاي بلازميد كوبي نمبر دي حاجه امبورتنت جدا، دي بتكون امبورتنت اوبجكتيف فانكشن. يعني ان انا يكون عندي هاي بلازميد كوبي نمبر دي حاجه مهمه جدا، خصوصا لو انا مثلا هعمل ابلكيشن لل DNA production في الايه، في الجين ثيرابي. طيب ازاي؟ تعالوا نتكلم عن الموضوع. بيقول لنا ان الكوبي نمبر
بتاع البلازمت ده بيكونترول من خلال جين بتريجوليت البلازمت كوبي نمبر. يعني جوه البلازمت في جين، الجين دي هي اللي بتعمل ريجوليشن للبلازمت كوبي نمبر ان هو يكون عالي ولا قليل. فبيقول ان البلازمت كوبي نمبر is an inherited property of each expression system. كل expression system بيتم توريثه الكوبي نمبر بتاعه. يعني احنا عارفين ان البلازمت ده هو inherited ان هو الكوبي نمبر بتاعه عالي، ده الكوبي نمبر بتاعه قليل وهكذا. فبالتالي احنا عرفنا ان احنا في جينز موجوده على البلازمت itself بتكنترول its replication، فبالتالي ما كنترول its replication بتكنترول الكوبي نمبر بتاعه. بيقول لنا بقى ان الكوبي نمبر ده بيعتمد على حاجه كذا حاجه. هو بيعتمد على النمبر اوف بلازمت كوبيز اللي موجوده في الاد تايم اوف سيل ديفيجن اند ذير راندوم ديستريبيوشن بتوين دوتر سيل. يعني احنا بنشوف البلازمت كوبيز اللي موجوده وقت السيل ديفيجن والراندوم ديستريبيوشن بتاعها ما بين السيلز. كمان هو بيعتمد زي ما وزي ما شفنا ان الجينز هي الايه، في جينز متحكمه في ان هي تخلي يحصل ريبليكيشن او لا للبلازمت ده فيدينا هاي كوبي نمبر او لا. كمان بتعتمد على الهوست اللي هي موجوده فيه، بتعتمد على الكالتشر كونديشن. احنا ممكن نكون حاطين كونديشنز في الميديا بتاعتنا ما تنميش، ما يحصل ما يعني يحصل مثلا ميتابوليك لود فما يحصلش ايه، ما يحصلش كوبي نمبر عالي وهكذا. احنا ممكن نحط حاجات تنهبت ان يحصل ريبليكيشن وهكذا. طيب انا بقى ازاي اتاكد ان البلازمت ده بيسرفايف جوه البوبيوليشن بتاعتي؟ هاو تو انشور بلازمت سرفايفل ان ذا سيل بوبيوليشن. بيقول لنا ان اللو كوبي نمبر بلازمت، البلازمت اللي عندها لو كوبي نمبر بتاكد البريزيستنس بتاعتها من خلال مالتيبل ريزوليوشن، بتاكد ان يعني بتفضل مكمله من خلال حلين، اما تكون سايت سبيسيفيك كومباينيشن سيستم زي السير سيكونس، او تكون اكتيف بارشنال ميكانيزم زي الايه البار سيكونس. يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ بيقول لنا ان وقت السيل ديفيجن بيحصل مالتيمر، مالتيمر دي يعني يحصل مالتيبل كوبيز من البلازميد يكونوا جوين توجذر. يعني بدل ما يبقى عندي بلازميد لوحده وبلازميد لوحده، لا احنا بنلاقي كده حاجه زي كولوني كده مع بعضها، شويه بلازميدز كده كلهم لازقين في بعض، فدي بتكون اسمها مالتيمر. فبيقول ان اللو كوبي نمبر بلازميد، في لو كوبي نمبر بلازميد بيكونوا مع بعض كده، بيكملوا مع بعض كمالتيمر، كان هما يكونوا لازقين كلهم في بعض. فبالتالي السير سيكونس ده، السير سيكونس ده بيحل المشكله دي ازاي؟ هو بيطلع سير ريكومباينيز، سير ريكومباينيز ده انزيم بيحول المالتيمر الى مونيمر. يعني بيبدا ياخد المالتيمر ده ويحولهم كل واحده لوحدها، يفككهم كده عن بعض، بيحول المالتيمر الى مونيمر عشان خاطر يحصل ديستريبيوشن متساوي للايه، للبلازمنت في الدوتر سيل. لان هما لو فضلوا كلهم ماسكين في حته واحده وانا هعمل سيل ديفيجن، يعني المفروض يبقى عندي تو سيل، فانا هيبقى عندي سيل فيها دول كلهم بالظبط اللي هم كلهم ماسكين مع بعض، والسيل التانية هتبقى زي ما رسمناها من شويه، هتبقى سيل فري اوف بلازمز لان كلهم عاملين مالتيمر مع بعض. فبالتالي الحل اللي عندي كان ايه؟ الحل اللي عندي ان احنا بنستخدم السير سيكونس اللي هي بتطلع لي السير ريكومباينيز. السير ريكومباينيز ده انزيم بيحول لي المالتيمر الى ايه؟ الى مونيمر. يبقى دي اول مشكله والحل بتاعها، ان انا لو عندي مالتيمر الريزوليوشن بتاعها ان في سايت سبيسيفيك ريكومباينيشن من خلال السير سيكونس اللي بتطلع لي سير ريكومباينيز هتحول لي المالتيمر الى مونيمر، فيحصل ايكوال ديستريبيوشن للسيل في الايه، في الدوتر سيل بتاعتها. تاني حاجه الاكتيف بارتشنج ميكانيزم زي البار سيكونس. يعني ايه؟ بيقول لنا ان البار سيكونس دي بتنكود لحاجه، بتنكود لبار بروتين. البار بروتين ده بينتراكت مع البلازميد دي ان ايه، وده بيساعد ان يحصل active segregation للبلازمت الى الدوتر سيل. يعني هو البار سيكونس دي بتديني البروتين اللي هو البار بروتين، البار بروتين ده بيعمل ايه؟ active partitioning mechanism، يعني بيخلي البلازمت تكون active ان يحصل لها segregation من خلال الدوتر سيل، وده طبعا بيعمل survival او بيخلينا نتأكد ان البلازمت هيكمل جوه السيل population. لان لو حصل مثلا المالتيمر ده وانا عندي شوية بلازمنت كده كلهم ماسكين مع بعض، وشويه البلازمنت دول راحوا جوه اتقسموا، فبقى عندي واحده جواها كتير وواحده ما فيهاش، بعد كده دي اما تيجي تنقسم دي هيبقى جواها كتير ودي مش هيبقى فيها وهكذا. انا كده بقى عندي نو كوبي نمبر بلازمنت، فانا عشان خاطر اتاكد اخليهم يكملوا وهم مالتيمر ببدا احل بالطريقتين دول، اما يكون عندي السير سيكونس او البار سيكونس. طيب بعد كده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان also
هاي بلازمة كوبي نمبر ار جنرالي ديزايرد بروتين ييلد. يعني انا لسه قايله ان احنا عندنا الهاي بلازمة كوبي نمبر دي حاجه مهمه علشان خاطر ايه نطلع الديزايرد بروتين ييلد. بيقول لنا this might not always be true، يعني بالرغم ان انا عارفه ان الهاي بلازمة كوبي نمبر دي حاجه مهمه وكويسه علشان خاطر اطلع البروتين ييلد اللي انا عايزاه، بس قال لك ان دي مش دايما بتكون صح. طيب ليه؟ قال ان ممكن يحصل مشكله، بيقول لك because it may drive for improving recombinant high protein production rate. يعني ممكن ده يؤدي الى ان انا عايزه اعمل recombinant high production rate. انا دلوقتي بقى عندي high copy number ماشي من البلازمد، البلازمد ده جواه كله الايه الريكومبننت، هيطلع لي الريكومبننت بروتين اللي انا محتاجاه اللي هو الفاينل برودكت بتاعي. لما يكون عندي هاي كوبي نمبر كتير بالتالي هيبقى عندي بروتين كتير من اللي انا عايزاه، فبالتالي البروتين ده انا عندي بروتين دي كتيره، البروتين دي اول ما بتطلع من السيل هتفضل مكمله ان هي تفضل كده؟ لا، محتاجه يحصل لها فولدنج ويحصل لها الموديفيكيشنز بتاعتها عشان خاطر تبقى ايه، تبقى فانكشنال. فلو انا عندي هاي بروتين برودكشن ريت ده ممكن يحصل بروتين اجريجيشن، الخليه مش هتقدر على عدد البروتين اللي طلعت دي كلها ان هي تعمل لها فولدنج فيحصل اجريجيشن، او ممكن يحصل ديفيشنت في البوست ترانسليشنال موديفيكيشن. انت لو عندك ضغط شغل وعندك تاسكات كتير عماله تترمي عليك كتير كتير كتير، ممكن يحصل ديفيشنت في ان انت ايه تعدل صح او تعمل موديفيكيشن صح، فالسيل ممكن تعمل بروتين اجريجيشن او ممكن تعمل ديفيشنت بوست ترانسليشنال موديفيكيشن. كمان هيحصل ريديوس للترانسليشن افشنسي، ان انا اصلا اعمل ترانسليشن صح ده الافشنسي بتاعته هتقل ديسبايد هاي بلازمت كوبي نمبر، على حسب على الرغم من ان انا عندي هاي كوبي نمبر بس انا ممكن يحصل ريديوس للترانسليشن افشنسي بتاعتي. كمان بيقول ان اللو ريكومبنت بروتين ييلد ممكن يبقى عندي لو ريكومبنت بروتين ييلد بالرغم من ان انا عندي هاي بلازمت كوبي نمبر، زي ما اتفقنا لسه قايلين ان احنا ممكن يكون عندنا، دي بيختصر يعني الموضوع، ان احنا عندنا ريديوز ترانسليشن افشنسي، ممكن يكون عندنا ميتابوليك بيردن، عندنا هاي ميتابوليك لود، الهاي ميتابوليك لود ده هيخلي ان احنا مش عارفين نطلع البروتين صح. ممكن كمان يكون السيل جوه ستريس، زي ما قلنا كمان حاجات بتاثر على الاستابيليتي بتاعه السيل اللي هو التمبريتشر والانسرت بتاع السايز بتاع الانسرت والحاجات والتوكسيستي والحاجات دي كلها، فممكن الحاجات دي تعمل ستريس على السيل فتخلي ان انا ما يطلعش عندي هاي ييلد من البروتين بالرغم من ان انا عندي هاي كوبي نمبر من ايه من البلازمنت. طيب انا عماله اتكلم عن البلازمز وعماله اقول هيبقى هاي كوبي نمبر لو كوبي نمبر، عندي جين دوسج عاليه عندي جين دوسج قليله، طيب البلازمز ده في كل الاحوال دي بيكون ستيبل؟ قال لك ان في بلازمز ستراكشر انستابيليتي، يعني ممكن يحصل ان البلازمز ستراكشر بتاعه يكون انستابل، فده ممكن يحصل عندي من خلال حاجتين، ممكن يحصل من خلال ايه او ايه، ممكن يحصل كومبليت اليمينيشن للريكومبنت بروتين برودكشن، يعني انا الريكومبنت بروتين برودكشن كله يحصل له elimination ما يكونش عندي اصلا ريكومبنت بروتين برودكشن، يا اما ممكن يحصل accumulation للبروتين للريكومبنت بروتين مع minor changes في الاوريجينال امينو اسيد سيكونس. يعني انا يكون عندي ماشي البروتين بتاعي بس يحصل شويه تغيرات في الاوريجينال امينو اسيد، يحصل deletion يحصل addition يحصل substitution، فالحاجات دي كلها هتاثر على ايه البلازمد استابيليتي، فهيعمل لي ايه بلازمن ستراكشر انستابيليتي. طيب ازاي احل المشكله دي؟ قال لنا ان احنا ممكن نحلها من خلال حاجتين، اول حاجه ان احنا نعمل كومبليت امينو اسيد سيكونسنج اوف ذا ريكومبنت بروتين، يعني انا عشان اتاكد ان انا عندي الاستراكشر بتاعه البلازمت سليمه، ما حصلش انستابيليتي، ما حصلش ديليشن، ما حصلش اديشن، ما حصلش اي حاجه، ما حصلش كومبليت اليمينيشن للبروتين ده، ان انا اعمل امينو اسيد سيكونسنج بعد ما طلعت كده البرودكت بتاعي، اعمل واتاكد انشور ان انا عندي الحاجه تمام، فاعمل كومبليت امينو اسيد سيكونسنج للريكومبنت بروتين، او اعمل دي ان اي سيكونسنج للجين اوف انترست. يعني انا عندي مرحلتين، يا اما عندي الجين اوف انترست موجود هنا فانا هعمل له دي ان اي سيكونسنج، يا اما خلاص انا خدت البرودكت بتاعي اللي هو البروتين وابدا اعمل له ايه كومبليت امينو اسيد سيكونس. البلازمد بقى استابيليتي، ازاي ممكن ازود البلازمد استابيليتي؟ من خلال ان انا استخدم سيلكتيف ماركر. اشهر حاجه واكتر حاجه معروفه ان انا اعمل سيلكتيف ماركر هي الجينز بتاعه الانتيبيوتيك ريزيستنس، ان انا بحط الانتيبيوتيك والجينز اللي يعني الخلايا اللي عندها ريزيستنس هي اللي هتكمل معايا، ومن هنا بنقدر نعمل سيلكشن الخلايا اللي اتنقل فيها البلازمد او لا، يعني انا بخلي البلازمد بتاعي جواه
انتي بايوتيك ريزيستنت. فانا لما بحط في الميديا الانتي بايوتيك بتاعي، الخلايا دي هتقدر تعمل ريزيستنت للانتي بايوتيك اللي موجود، فهي اللي هتعيش. طب الخلايا اللي ما فيهاش البلازمنت مش هيبقى فيها الانتي بايوتيك ريزيستنت، فمش هتقدر تعيش فهتموت. فبالتالي انا قدرت اعمل سيلكشن واخد الخلايا فقط اللي فيها ايه، اللي فيها الفيكتور بتاعي او فيها البلازمنت بتاعي. طيب تاني حاجة انا ممكن اعمل عملية كومبلمنتيشن. عملية الكومبلمنتيشن دي طريقة من طرق السيلكشن دي، بحذف او بعمل ميوتيشن في الخلية. بعمل ميوتيشن في ايه؟ بعمل ميوتيشن في essential كروموسوم الجين. يعني انا عندي مثلا ادي البكتيريا جواها كروموسوم الجين وجواها ايه البلازمين بتاعي. في مثلا هنا جين مهم جوه الكروموسوم بتاعها، انا هعمل له ايه؟ هحذفه او هعمل فيه ميوتيشن عشان خاطر ما يقومش بوظيفته. طيب بالتالي هي مش تقدر تنمو في ظروف صعبة. يعني مثلا انا شلت الجين المسؤول عن ان هي تستهلك نيوترينت معين عشان خاطر تقدر تسرفايف وتكمل، فبالتالي هي مش تقدر تنمو في الظروف الصعبة. فبالتالي الخلايا اللي عندها، وانا هحط بقى الكلام ده جوه البلازمين نفسه، يعني هحط الخاصية ان هي تقدر تنمو دي جوه البلازمين نفسه. فانا لو حطيتها في ظروف صعبة، الخلايا اللي عندها الكروموسوم وما عندهاش البلازميد، انا الكروموسوم خلاص بوظته، يعني الكروموسوم هو جواه ايه الجين ده بس بايظ، بس انا عملت كومبلمنتيشن وحطيت الجين الكويس ده بس جوه ايه، جوه البلازميد. فبالتالي انا دلوقتي في ظروف صعبه، مين في دول اللي هتعيش ومين في دول اللي مش هتعيش؟ الخلايا اللي عندها القدره ان هي تعيش في الظروف الصعبه هي اللي عندها الجين ده شغال اللي فيها البلازميد، فدي هتعيش. طيب اللي ما عندهاش، هو موجود كروموسوم جينوم بس هو بايظ، فبالتالي وهي دي ما عندهاش بقى البلازمنت، يعني احنا هنحذف البلازمنت من هنا، مفيش بلازمنت جوه الخليه دي، فبالتالي الخليه دي مش هتقدر تسرفايف معايا، فبالتالي الخليه دي هتموت. دي باختصار عمليه ايه، عمليه الكومبلمنتيشن. طيب ثالث عمليه هي genes or repressors that lead to cell death upon plasmid loss. يعني بحط genes او repressors بتؤدي الى ان الخليه تموت جاست ان هي خسرت البلازمين. زي ايه؟ زي ان في خلايا مثلا بتدي جين بينكود انها تريبريس السيل ديفيجن، في حاله ان البلازمين لوس اول ما احنا بنخسر البلازمين هي بتنكود لجينز، الجينز دي بتدي اشاره كده ان ستوب مفيش سيل ديفيجن بعد كده، بالتالي الخلايا هتموت. وفي حاله ان البلازمين كوبي نمبر قل عن سيرتن ثريشولد، يعني انا بيكون عندي حد ادنى كده للبلازمين، لو البلازمين كوبي نمبر قل عليه الخلايا مش هتقدر تنقسم وهتموت لو خسرت البلازمنت دي. دي كلها حاجات انا بعملها علشان خاطر ااكد ان البلازمنت يفضل مكمل عندي وما اخسرهوش، ان انا اخد واعمل سيلكت للخلايا اللي فيها البلازمنت بتاعي بس. طيب انا هنا كنت بستخدم الانتي بايوتكس عشان خاطر اعمل سيلكتيف بريشر للايه، للخلايا. طيب هم مؤخرا اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان الانتي بايوتكس دي غاليه، وان البريسنس بتاعتها بيكون اندزايربل مثلا لو انا بعمل فود او ثيرابيوتيك برودكت. احنا اصلا احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على فارماسيوتيكال باي تكنولوجي، احنا عايزين نطلع ثيرابيوتيك برودكت، فوجود الانتي بايوتيك ده بيأثر وبيدينا برودكت انا مش عايزها، سواء كانت في الفود او كانت في الايه، في الثيرابيوتيك. فعشان يحلوا المشكله دي بداوا يعملوا حاجه، لقوا طرق تانية نعمل بيها السيلكتيف بريشر بتاعها. زي ايه؟ زي ان انا اعمل ديليجن للاسينشال جين من البكتيريا الكروموسوم واعمل انكلوجن ليها في البلازمنت بالطريقه اللي احنا لسه حاكينها دلوقتي، اللي هي الكومبلمنتيشن بتاعتنا من الاخر زي ما شرحناها فوق. تاني طريقه معانا هي introduction of gross repressor in the bacterial genome and its antidote in the ايه، in the blood. يعني ايه؟ هنحكي قصه لذيذه كده. دلوقتي احنا عندنا ام وعندنا اب، عندنا ادي الام هي الايه، هي البلازمنت، وعندنا الجينوم هو الاب، تمام، وعندنا في ابن في النص اللي هو الخليه. الخليه عايز تعرف هل هي هتكمل وتسرفايف وتعيش ولا لا. فعندنا الام تسلط الاب، تروح تقول له ايه، تروح تقول له خلي يوقف جروس، فيطلع ايه، يطلع ريبريسور، يطلع جروس ريبريسور. فالاب اما يطلع جروس ريبريسور كده الايه، الخليه مش هتسرفايف، مش هتعيش. فتيجي الام اللي هي اصلا بتعمل كل ده تروح تقول له ايه، تروح تقول له طب خلاص خلاص، هدي له الانتي دود بتاعها اللي هو ايه، الحاجه المقابله للموضوع ده، عشان خاطر تعمل نيوترلايز الايفكت بتاع جروس ريبريسور، فالخليه تقدر تكمل وتعيش عادي. كل ما الجينوم يطلع الجروس ريبريسور ده، تيجي الخليه تعمل ايه، نيوترلايز الايفكت ده عشان خاطر نقص النيوترنت ده وتخليه ايه، يقدر مكمل عادي ويعيش. طيب الخلايا بقى
اللي ما فيهاش البلازميد مش هينفع تطلع الانتيدود، لان الانتيدود هيطلع من البلازميد، فبالتالي هيحصل انهيبيشن للسيل جروث في البلازميد فري سيل. فالسيل اللي ما عندهاش الام اللي هو البلازميد، الخلايا اللي ما عندهاش بلازميد تديها الانتيدود، الجروس ريبريسور هيطلع من غير ما في حاجه توقفه، فهيروح على الخليه ويروح مموتها ويقول لها ايه، وقفي جروس لحد هنا، ما فيش سيل ديفيجن هيحصل. عشان كده فوق لما اتكلمنا قلنا ان احنا بيكون عندنا اللي بيحصل ان الجين بي ريبريس لما يكون يحصل بلازمت لوس، او لما يكون عند ثري شولد معين من البلازمت هو مش هيقدر يعمل نيوترلايز للمشكله دي، فبالتالي الخلايا اللي ما فيهاش بلازمت خالص هي اللي مش هتقدر ايه تسرفايف معانا. فبالتالي احنا فهمنا ان احنا بيكون عندنا بنعمل سيلكتيف بريجر من خلال الانتيبايوتيك ريزيستنت، او من خلال الكومبلمنتيشن، او من خلال ان احنا نحط ايه الجروس ريبريسور والانتيدود بتاعها. وعرفنا ان احنا الانتيبايوتيك هي اكسبنسيف، فبالتالي احنا بدانا نستخدم حاجه تانية زي ان احنا بنديليت اسينشال جين ونحطه ونعوضه في البلازمت، او ان احنا بنحط الجروس ريبريسور ونحط الانتيدود بتاعه جوه ايه جوه البلازمت. كده احنا خلصنا البلازمت بيز سيستم كله. فاحنا كده اتفقنا ان احنا البروبلم اللي هي بتكون عباره عن لوس اوف اكسبريشن، انا ما حصلش اكسبريشن عندي خالص، ممكن تحصل في البلازمت بيز سيستم. قلنا الاسباب بتاعها، اتكلمنا عن البلازمت كوبي نمبر، اتكلمنا عن السيلز اللي مش هيكون فيها بلازمت خالص، اتكلمنا على ان مثلا ممكن يحصل ميتابوليك لود فبالتالي نخسر البلازمت بتاعنا، وقلنا ان البلازمت لوس هي دي اكتر حاجه بتكون مشكله عندنا. تاني حاجه هنبدا نتكلم عليها هي الكروموسومال انتجريشن. لكن عشان نكمل كروموسومال انتجريشن هنحتاج نعمل حلقه لوحدها عشان خاطر بس الحلقه ما تبقاش طويله، فهنوقف لحد هنا وهنكمل كروموسومال انتجريشن والفيرال فيكتورز وبقيه الحاجات في الحلقه الجايه ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه بارت 2 من الحلقه دي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب. شكرا.